بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة العاشرة بعد المئة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونتواصل معكم ومع برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا وحياكم الله فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله: ماذا أعمل في يوم الجمعة؟ أو بمعنى آخر أقول: ما هي الأعمال التي يجب أن أعملها في يوم الجمعة من صلاة وغيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن يوم الجمعة يوم عظيم مبارك، وهو خير الأيام وسيد الأيام. فيه تؤدى صلاة الجمعة، وفيه ساعة الإجابة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي التبكير إلى الجمعة وانتظار الصلاة الجامع استماع الخطبة فضل عظيم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذلك يسن التهيؤ لصلاة الجمعة بالاغتسال والتنظف والتجمل والتطيب والتبكير إليها ماشيا إن أمكن. كل هذا يدل على عظم هذه الصلاة، صلاة الجمعة. المسلم يحسب ليوم الجمعة حسابه ويغتنمه لينال من فضائله، ولا يحرم نفسه من فضائل هذا اليوم ويعتبره من سائر الأيام. لأن بعض الناس يجعل يوم الجمعة وقتا للنوم الكسل، أو يجعله وقتا للنزهة وخروج للبراري، ويضيع صلاة الجمعة. وهذا وإن كان جائزا للإنسان أنه يخرج ويتنزه، لكن لا يضيع صلاة الجمعة. إما أن يخرج بعد الجمعة، وإما أن يذهب إلى جهة فيها جامع ويصلي الجمعة مع المسلمين. لا يفرط فيها مهما أمكن ذلك. فيجب أن يحسب في هذا اليوم حسابه، وأن يغتنم ثوابه وأجره. نعم. أحسن الله إليكم. هناك من يقول: جمعة مباركة، ما صحة هذا القول؟ لا أعرف لهذا القول أصلا تهنئة بيوم الجمعة، لا أعرف أنه له أصلا. نعم. بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة الأخ يقول: المسافر لمدة سنتين هل يقصر الصلاة؟ المقيم يعني في بلد. نعم. وللدراسة أو للعلاج لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا أن يقصر، لأنه مقيم ليس مسافرا. الإقامة إذا عرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فإنه ينقطع سفره، يجب عليه الإتمام، يجب عليه الصيام في رمضان، لأنه غير مسافر وإنما هو مقيم. لا سيما إذا كانت الإقامة طويلة، دراسة أو لسفارة سير في البلاد الأخرى، فلا يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان، لأنه مقيم ليس مسافرا بل انقطع سفره بالإقامة طويلة. نعم. أيضا سؤاله الأخير في هذه الحلقة أو في هذه الرسالة يقول: هل صحيح أن ميامن الصفوف أفضل؟ نعم، ميامن الصفوف أفضل. الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، ولكن مع هذا لا ينحصر الناس في ميمنة الصف ويتركون الجانب الآخر. القرب من الإمام أفضل من البعد. القرب من الإمام ولو في ميسرة الصف أقرب من البعد عن الإمام ولو كان في يمين الصف. نعم. من أين يبدأ الصف؟ نعم. من أين يبدأ الصف؟ يبدأ من خلف الإمام، يبدأ من خلف الإمام وينتهي بانتهاء المكان. نعم. حكم صلاة المنفرد خلف الصف يا شيخ؟ لا تصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي خلف الصف أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة، وقال: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل حفظك الله: أبو معاذ من جدة، المؤتمن على الزكاة هل يأخذ منها؟ لا يأخذ منها، لأنه وكيل وأمين، لا يأخذ شيئا لنفسه إلا بإذن صاحب الزكاة، فيخبره أنه محتاج وأنه أهل للزكاة، فإذا أعطاه شيئا فلا بأس. أما أن يأخذ
من غير استئذان وهو وكيل لا يجوز له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كيفية زكاة المال المدخر لنهاية العام؟ إذا تم الحول على مال يبلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة، أن يخرج منه ربع العشر، ريالين ونصف في المئة 25% يخرج زكاته عند تمام الحول إذا بلغ النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل لهذه الرسالة، صاحبها يسأل وهو محمد صديق السوداني مقيم مملكة، يقول ما هو الواجب وما هو المستحب وما هو المكروه وما حكم فعل المكروه؟ هذه من مسائل الأصول، أصول الفقه. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمحرم على العكس، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمباح متساوي الطرفين. فالأحكام خمس: الأحكام التكليفية، الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية خمس: واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى سؤال آخر من أسئلة هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. السائل أبو معاذ يقول الصلاة جماعة في مبنى منفصل عن الإمام، ما حكم هذه الصلاة للضرورة؟ إذا كانوا لا يرون الإمام ولا من خلفه فلا يصلون معه، وإنما يصلون وحدهم جماعة مستقلة بإمامها. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل حضركم الله يقول ما مقدر، وأيضا لا بد يكونون خلف الإمام، يكونون في غرفة أو في محل أمام الإمام. نعم. أيضا يسأل حفظكم الله ما مقدار زكاة الذهب والفضة وكيفية إخراجها؟ ربع العشر، المقدار هو ربع العشر، وكيفية إخراجها أن يحسب ربع العشر من المبلغ ويخرج للمستحقين. نعم. تابكم الله. سؤاله الأخير يسأل عن العقار المؤجر، هل عليه زكاة؟ وإذا تأخرت لمدة سنتين لم يزكي في ذلك فما الحكم؟ العقار الذي ينوى للتأجير لا زكاة فيه، إنما الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول ابتداء من العقد، عقد الإيجار. إذا تم الحول على الإيجار ابتداء من عقد الإيجار وجبت فيها الزكاة. وأما العقار الذي ينوى للبيع ولكنه أجر قبل البيع فتجب الزكاة في الأصل وفي الأجرة جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أيضا في الزكاة، محمد هاشم، يقول اشتريت أرضا قبل عام تقريبا وذلك معدها للعمار وحتى الآن لم أزكي، هل عليها زكاة علما بأني مقدمها للقرض من البنك العقاري؟ التي لا تنوي بيعها وإنما تريد أن تبنيها ليس فيها زكاة. هذا الشاب حبك الله يجمع ماله للزواج، هل عليه زكاة؟ نعم، المال الدراهم المجموعة إذا تم عليها الحول يجب فيها الزكاة، سواء تراد للزواج أو للعمارة أو لغير ذلك من الأغراض. نعم. والمال الموقوف هل عليه زكاة؟ الموقوف ليس عليه زكاة، لأن مصرف الوقت هو مصرف الزكاة في أعمال البناء. أحسن الله إليكم. هذه جمعية خيرية تسأل حضرة بعض الأسئلة، تقول الزكاة بالنسبة للمال المقرض ما حكمه؟ المال الذي للجمعية والجمعية خيرية ليس فيه زكاة، لا ما كان عندهم ولا ما كان مقرضا ما دام منه للخيرية، يعني لأعمال البناء. بالنسبة يسألون أيضا عن زكاة مال اليتيم والمجهل، فيه زكاة؟ لا شك، مال القاصر يجب فيه الزكاة ويخرجها وليه، لأنها حق في المال دون نظر إلى صاحبه. نعم. بارك الله فيكم وثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول إذا حضت المرأة قبل الطواف ولا تستطيع البقاء حتى تطم الحفظك، لا تطوف حتى تطهر، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وإذا كانت ما تستطيع البقاء وتسافر بشرط أن وليها إذا طهرت يرجع بها أو يأتي بها وتؤدي العمرة. نعم. بارك الله فيكم. هذا محمد سعيد مقيم في المملكة يسأل يقول حكم الشرع في تحديد النسل؟ لا يجوز تحديد النسل بما فيه من قطع الذرية وتقليل عدد المسلمين، هذه مكيدة من الكفار، وهذا فيه شبه من أعمال الجاهلية الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر، هذا سوء ظن بالله عز وجل. ومطلوب النسل في الإسلام، مطلوب كثرة النسل مطلوبة الإسلام، ورزقهم على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال من أحد الأخوة يقول أنا الشاب أرغب في الزواج ولكن أهل البنت رفضوا رؤية المخطوبة فما حكم ذلك؟ هم لازم رؤية المخطوبة ما دام أنك تعرفها وتثق من أهلها وأنها امرأة صالحة، فليس الرؤية بشرط للزواج بها، وبإمكانك أن ترسل إليها من تثق به من النساء ينظرنا ويخبرنك عن حالها. أيضا يسأل حفظ الله سؤاله الأخير يقول حكم تأخير
تأخير تزويج الفتاة؟ لا يجوز تأخير تزويج الفتاة ومنعها من كفء رضيت به لأي غرض كان، لأن هذا هو العضل، والعضل محرم، وإذا عضل وليها الأقرب تنتقل للولاية إلى وليها الذي بعده لئلا تتضرر الفتاة. الواجب المبادرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم أن ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الله جل وعلا قال: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. فيبادر بالزواج ولا يؤخر إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي للتأخير. وإذا كان التأخير بسبب الحجر من ابن عمها بارك الله فيكم، هذا حرام، ولا يجوز لابن العم أن يحجر عليها ويتزوجها وهي لا تريده، هذا لا يجوز، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بمنعه. أحسن الله إليكم. هذا السائل أو السائلة عفوا مريم من الرياض تسأل تقول: حكم النكاح بنية الطلاق، حيث أننا نسمع أنه قد انتشر الآونة الأخيرة، فما حكم ذلك؟ المسلم يتزوج بنية البقاء وبنية الزواج المستقر، ولا يتزوج زواجا مؤقتا، إن كان هذا مشروطا ومصرحا به فهو نكاح المتعة المحرم بالإجماع، باطل بالإجماع، وإن كان منويا وليس مصرحا به فهو مثل نكاح المتعة في الإثم والمفاسد. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا تقول بارك الله فيكم: انتشر في الوقت الآخر المبالغة والإسراف في حفلات الزواج، نرجو من فضيلة الشيخ الحديث عن وجوب الاعتدال في حفلات الزواج. الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف: كلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لا يجوز الإسراف لأنه إهدار للمال غير حق، والمال فيه مسؤولية تسأل عنه أمام الله: من أين اكتسبته وفيما أنفقت، ما في الحديث الصحيح، حاسب عن هذا المال، فلا تنفق منه إلا بوجوه الاعتدال والخير، مسؤول عن الإنفاق كما أنك مسؤول عن الاكتساب من أين جاء، فاحسب لهذا حسابه. نعم، إقامة الحفل للزواج والوليمة هذا سنة لأجل إعلان النكاح، لكن بدون مبالغات أو أشد من ذلك، هناك منكرات، يكون هناك سفور للنساء، يكون هناك طرب، يكون هناك سهر، لا غير ذلك من المحاذير الشرعية، الواجب الانضباط بضوابط الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. أبو سعيد العسيري من أبها يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا؟ المقصود المحافظة على المرأة، فلا تظلم ولا تهمل، أيضا لا تظلم شيئا من حقها وتستضعف، ولا تهمل وتضيع، بل يحافظ عليها غاية المحافظة، لأنها فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. المرأة يستوصى بها خيرا من ناحية أنها لا تظلم حقوقها التي شرعها الله لها، وكذلك من ناحية أنها لا تهمل وتضيع، تعمل ما تشاء ولا تبالي بالحياة والعفة، ولا تبالي أيضا برعاية بيتها وأولادها وحق زوجها، لا بد من الاعتدال في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. عبد الله من الرياض يقول: زوجي لا يعطينا الكفاية من حقنا أو النفقة علينا، حيث أن لنا حاجات كثيرة، ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علم؟ الواجب للمرأة على الزوج 4 أشياء: أولا النفقة بقدر الحاجة، وثانيا المسكن، وثالثا المبيت عندها، ورابعا الكسوة بقدر الحاجة. لا، أما ما زاد عن الحاجة فهو كماليات، ما زاد عن الحاجة فهو من الكماليات. فإن حصل تقصير بهذه الأمور الأربعة الضروريات وظفرت بمال زوجها، فلها أن تأخذ ما قصر عليها، لأن هند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، زوجها، أبو سفيان زوجها رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما إن الطالبة بالكماليات أو تأخذ من ماله لأجل الكماليات، لا، هذا لا يجوز إلا بإذنه. نعم. أحسن الله إليك. أحمد عطاوي مقيم في المملكة يقول: نحن نعلم أنه لا يجوز تسوية الذكر بالأنثى في المواريث، فلعل لكم كلمة في ذلك، حيث أنه لا زال قريتنا السائد هذا العمل. الناس على طرفي نقيض، لا، من رحم الله في مسألة ميراث المرأة، منهم من يحرمها من الميراث ولا يقول ما تستحق شيء، أهل الجاهلية ومن على خطتهم، ومنهم من يغلو في حقها وإعطائها حتى يساويها بالرجل ويعطيها من الميراث ما ليس لها، يكون حين
حينئذ قد ضر المرأة شيئا لا ليس لها. المرأة تعطى الميراث الذي فرضه الله لها، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا يجوز التلاعب بالمواريث بزيادة أو نقص عما شرعه الله. إن الله لما ذكر المواريث في سورة النساء قال تلك حدود الله، من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الله جل وعلا قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نعم. أيضا من أسئلة حفظكم الله يقول هل يثبت الميراث بالرضاع؟ لا، الرضاع لا يثبت الميراث ولا النفقة، إنما يثبت المحرمية فقط، إنما يثبت المحرمية ويحرم النكاح بين المرتضع ومن رضع منهم. نعم. أيضا من أسئلته حفظكم الله يقول المطلقة هل ترث؟ المطلقة فيها تفصيل، المطلقة الرجعية التي مات زوجها وهي في العدة ترث لأنها زوجة. المطلقة الباين هذا ينظر في الطلاق، هل هو متهم بقصد إرمانها كأن طلقها في مرض موته يريد أن لا ترث، فإنها ترث يعامل بنقيض قصده. أما إذا كان غير متهم بقصد حرمانها، طلقها في الصحة أو في مرض موته وهي التي سألته الطلاق، طلقها إجابة لسؤالها، فهذه لا ترث لأنها باينة. سؤاله الأخير والأخير في هذه الحلقة أيضا، هل ترث المرأة التي لم يدخل بها؟ نعم، إذا مات عنها زوجها بعد العقد فإنها ترث وتعتد للوفاة لأنها زوجة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في ختام هذه الحلقة، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر.